سيد وزير التربية بالنيابة، الرجاء وفي أقرب وقت يجي للبرلمان القانون الإطار الموجه للإصلاح التربوي، يجينا القانون ذاك المؤطر اللي إحنا من المفروض تو هو حاضر هذا المشروع القانون، باش ما تقعدش هذايا سواء مسألة العطل أو النظام معناتها الامتحان يندرى كان ثلاثي سداسي أو غيره، أنه أيضا طريقة الامتحان كل هذه المسائل الهامة ما تقعدش فقط إداري يخذ فيها وإلا وزير بحسب التوجه وهذاك يكتب وهذاك يفسخ، بل يصبح خيار خيار مصوت عليه برلمان، خيار ناقشوا فيه خبراء. إذن هاتوا لنا القانون، القانون الإطار متاع الإصلاح التربوي وتشوفوا أن الأمور تتوضح، وإحنا مستعدين أن نعطيه أولوية ونخدموا ليل ونهار كان لزم كما خدمنا على قوانين أخرى.